طيب، كنت بسأل مهندس الصفقات عن الجديد، ما نفعش لأن تليفونه مشغول. هسأله عن القديم. القديم ممكن كده سهلة، بس هحاول أوصل معاك من القديم للجديد. الصفقة الكبيرة اللي ما تمتش وفي وقتها كانت هتبقى برضه حكاية، حسن شحاتة يلعب في الأهلي. كابتن حسن شحاتة نفسه حكايته مع الأهلي في قناة أون هنشوف قال إيه، وبعد كده أرجع للمهندس عدي أسأله الكواليس عن هذه الصفقة التي لم تتم. نشوف حسن شحاتة. أنا في الكويت، الكابتن صالح سليم الله يرحمه يحسن إليه جاء زيارة للكويت لهدف واحد. الهدف ده كان طبيب من أطباء النادي الأهلي وهو أهلاوي، كان كلم الكابتن صالح وقال له في لعيب اسمه كذا 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 موجود في الكويت في نادي كذا. فهو جه والدكتور ده كلمني على أساس نروح نقعد شوية مع أو نقابل الكابتن صالح، ورحت الفندق وقابلت الكابتن صالح وبتاع، وعرض عليا. ولما عرض عليا أنا قلت له أنا راجل أساسا مش من القاهرة، وأنا ما بشتغلش، وأنا ما عنديش سكن، الحاجات دي كلها لو اتعملت لي أنا ما عنديش مانع. مش هضحك عليك يعني أقول لك كده عشان هم الزملكاوية هيزعلوا مني، لا دي حقيقة، أنا بقول حقيقة حاصلة. يعني ما كانش في مانع إن أنت تروح الأهلي لو كان هم وفروا كل على الشروط. ما هي ما كانتش شروط، هي ده أنا بقول له حاجات أنا مش متطيرة، متطلبات حياة، بس متطلبات حياة. الزمالك عارف، الزمالك عارف، وأنا ما كنتش بعمل حاجة بتخفى على حد يعني. فلقيت عم جورج السعدي جه الكويت، كابتن علاء الحموني الله يرحمهم جميعا ويقدس روح عم جورج، جم الكويت عشان انا لازم ارجع. الدوري بقى كان هنا بدا، الدوري كان هنا بدا، كان عاد بقى الدوري بعد التوقف، كان عاد الدوري 72 وبعدين توقف تاني عشان 73 وبعدين بدا الدوري. النادي الاهلي، النادي الزمالك، الكابتن صالح قال لي انت هتتعامل زي كل اللعيبه بتاعه النادي الاهلي. كابتن حسن قال له هتتعامل زي كل لعيبه الاهلي، لكن مسؤول الزمالك سافروا له وقدروا يرجعوا كابتن حسن شحاته للزمالك يا باشمهندس. كواليسك بقى. انا كواليسي كان وقتها انا مجرد عضو نادي، ما كان ليش يعني مناصب ولا كنت في مجلس الإدارة، ولكن كان علاقتي بالكابتن صالح أنه كل يوم بنقعد مع بعض. هو كان اهتم جدا جدا بفكرة تطوير النادي الأهلي من 72 وفريق كرة تحديدا، يبقى مشرف عليه وبدأنا نفكر. فكابتن أنا عادل هيكل رشح له محسن صالح من لبنان، وأنا رشحت طاهر الشيخ، وبعد كده جه مختار هو بقى، وانا بكلمه بقول له كذا وكذا والفرقه، ابتسم ابتسامه فيها مش عارف فيها يعني وهج. قال لي بص يا عادلي بقى، كل اللي انت بتقوله ده كلام كويس قوي، بس اللي هقوله لك دلوقتي هو ده لو خلص هو ده في الليله كلها. مين يا كابتن؟ ايه الحكايه؟ قال لي في لعيب في الكويت مصري اسمه حسن شحاته. قلت له كابتن انا فاكره، بس هو ما لعبش في مصر كتير لان هو انضم لزمالك وبعدين الكره وقفت، وراح لعب بعد كده في الكويت سنتين او ثلاثه. قال لي ده واخد احسن لاعب في اسيا، رغم انه هو لعيب يعني مصري افريقي، بس بيلعب مع كازما الكويتي. قال لي ده بقى عدلي لو مشي ده. قلت له طب وايه المشكله؟ قال لي مشكله 4000 جنيه. 4000 جنيه؟ 4000 جنيه. 4000 جنيه دي كانت مشكله. اذا بتكون بتقول 4 مليون جنيه. في وقت كانت ميزانيه الكوره كلها مثلا 20 30000 جنيه. لو عرفنا ندبر الامر ده.
هل ال 4000 جنيه دي بقت كانت مقابل الاستغناء اللي كان هيكلفه، ولا دي كانت تكلفه الالتزامات اللي كان الكابتن حسن بيتكلم عليها؟ حسن بيتكلم عليها، انا ما اعرفش، لكن هو الحاله دون قال لي لو في 4000 جنيه الموضوع ده يخلص. يعني طبعا 4000 جنيه حرمت صفقه حسن شحاته. ده طبعا بعد ما رجع بقى الكابتن صالح، لو كان يعني يرى المستقبل، ها طبعا ده كنا لميناها باي طريقه ال 4000 جنيه دي. لان الحقيقه انا ارى اعظم لاعب كره في وجهه نظري دخل نادي الزمالك، ها يعني هو الجيل بتاعه كان مشهور ان كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، وجاء بعدهم علي خليل، وكابتن حماد امام طبعا كان نجم يعني قبليهم شعبي على المستوى الشعبي. لكن انا بتكلم على المتكامل، اللاعب يعني متكامل. فاروق جعفر ملك النص، كان الكابتن صالح يقول عليه اللاعب ده الوحيد بعد الفناجيلي اللي تعرف هو عايز يعمل ايه بالكوره، فاهم بيعمل ايه في كل كوره. بعد الفناجيلي، بعد الفناجيلي هو كابتن صالح كان يرى الفناجيلي اعظم لاعب في العالم مش في مصر. على فكره قالها لي اكتر من مره، وكابتن طارق قالها لي برضه. لا مين احسن لاعب؟ يقول لك بص الفناجيلي مفيش جاي، ما يجيش بعده. قال لي ما حدش يجي زي الفناجيلي. انا مره بقول له انت يعني، انا وانا بتفرج زمان قبل ما اعرفك يا كابتن كنت بقول ان انت احسن صانع العاب في العالم، ولما اتفرجت على دي ستيفانو تاكدت من هذا الكلام. انا كنت يعني كلاعب كوره صانع العاب كنت شايف صالح سليم ده يعني يبقى يوشوش الذكر كده، يقول الكره روحي هنا اعملي كده سوي كده. لا يمكن جهده البدني مش زي دي ستيفانو، القياده من تحت لا طبعا في فوارق، لان ده احسن لاعب في العالم وفي دوري محترفين وكده. لكن الستايل الرؤيه في صانع الالعاب تحديدا كان عجيب جدا. فبقول له قال لي لا 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 صالح ايه ومش عارف فلان ايه وفلان ايه الفناجيلي. فطبعا حسن شحاته لعب سرد باك وباك رايت وباك ليفت ووقف جون انسايد، ووقف جون معرفش وقف جون ولا مش فاكرها، ولعب انسايد وهداف وكل حاجه الحقيقه. كان لاعب رائع جدا جدا، يعني يا ريته كان جه النادي الاهلي.